الليجا يمكن عاملة كذا حاجة الفترة الأخيرة دي، وفعلا في نشاط في مصر قوي وملحوظ. يعني كان آخرهم برضو الاتفاقية اللي عملوها مع جامعة تسلاسكا الفرنسية في مواضيع طبعا السبورتس مانجمنت بروجرامز والدبلومة في السبورتس مانجمنت وسبورتس ماركتينج، وبرضو الحمد لله النادي الأهلي كان مدعو فيها. احنا النهاردة برضو مدعوين في الإيفنت اللي هو طبعا بروتوكول التعاون بينهم وبين اليونايتد نيشنز، فدي حاجه طبعا احنا بنرحب بيها. يعني انت اكبر نادي في مصر وافريقيا لازم تكون داعم ل طبعا ايفنت زي دي، يعني ويعني بالله بالدعوه طبعا. طبعا انا كان ليا الحمد لله سابق تجربه في يمكن اثنين ماجستير، يعني واحد الاداره الرياضيه والاخر في الهندسه في منشات رياضيه. فطبعا ده اكيد انا خدت فتره في اسبانيا شويه، فده يمكن يعني الاحتكاك معهم يعني لسه مستمر حتى الان، يعني في تواصل وفي كلام، وبنحاول ان احنا يبقى في تعاون بيننا وبين النادي الاهلي في مختلف بقى المجالات سواء الناحيه التعليميه او حتى في الناحيه الرياضيه، فده احنا ماشيين عليه بشكل كويس يعني الحمد لله. والله النادي الاهلي يمكن دي مش ممكن عشان احنا بننتمي ليه، بس دي حقيقه. احنا لما بنروح اي ايفنت بره مثلا بنبقى مدعوين. كنا في ريال مدريد، انا كنت معاهم من كام شهر في ايفنت كبير، كان برضو بعديها مهندس خالد مرتجي كان موجود. ناس بتبقى يعني انت بتتكلم دايما النادي الاهلي نادي عالمي، يعني انت ما بتتعامل في مصاف الانديه العالميه، بيبقى فيه ترحيب كبير بينا هناك، فده وضع طبيعي يعني. ده الحمد لله ده وضعنا في اكبر نادي في افريقيا. يعني دايما هناك كانوا بيبقوا عاملين نيو ميديا ديبارتمنت، يعني حاجه مختلفه او حاجه خاصه خالص بالسوشيال ميديا وبالديجيتال ماركتنج والكلام ده كله، فهم ده بيهتموا بيه بقى في قاره افريقيا في امريكا الجنوبيه، في ان هم يوسعوا الشعبيه او الرقعه بتاعتهم في القارات دي. وطبعا بالنسبه لهم افريقيا يمكن مصر يعني هي اكتر الدول يعني اكبرها واكترها شغفا برضو بالرياضه واهتماما، فهم موجودين في مصر بشكل قوي يعني، وهم شغالين صح بصراحه يعني هم بيشتغلوا صح، ان ده بيعلي الفاليو بتاعت الانديه كلها يعني.